بكرة في نفس هالوقت بإذن الله البحرين عندها خبر طيب. أبو حمد ناصر تراح قال طال هذه علوم وكل خبرة ما ترك للشك يا عالم مجال وبين جيل نشهد النظاهرة يا عالم مجال بين جيل نشهد انه ظاهرة بين جيل نشهد انه خن عند التحدي كالجبال عبر فوق الظروف القاهرة ماخذن هو من ملكنا مساء الخير. Good evening. سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد الرياضية السيد كارث براون رئيس الاتحاد الدولي لرياضة فنون القتال المختلطة نرحب بكم في أرض المملكة Your Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa the representative of His Majesty the King for Charity Work and Youth Affairs The President of the Supreme Council for Youth and Sports and Chairman of Bahrain Olympic Committee. Your Highness, Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, the first Deputy President of the Supreme Council for Youth and Sports and Honorary President of the Bahraini Federation for Mixed Martial Arts and founder of Khalid bin Hamad Sports Organization. Mr. Kareth Brown, President of the International Federation of the Mixed Martial Arts. Welcome to the Kingdom of Bahrain. خطوات متميزة تخطيها مملكة البحرين نحو العالمية فمن تميز إلى تميز آخر وعلى مختلف الأصعدة لتتوالى الإنجازات ويسجل اسم المملكة
في أبرز وأهم المنصات العالمية. والرياضة باب أثبتت المملكة تميزها فيها بكل جدارة واقتدار لتصبح وجهة أهم الرياضات العالمية بدعم من القيادة الحكيمة وعزيمة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وتحركات جبارة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. واليوم فنون القتال المختلطة رياضة قادها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نحو الوطن والخليج العربي فلاقت صدى واسعا بين الجماهير المتعطشة لمثل هذه الرياضات. هذه الجماهير والشعبية للعبة وحسن التنظيم دعا الاتحاد الدولي للعبة إلى اختيار البحرين كمستضيف للحدث العالمي ولأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ليتكرر النجاح والتألق وتستضيف المملكة الحدث للمرة الثانية على التوالي مع استحداث فئة جديدة في البطولة وهي فئة الصغار لتضيف الجديد على البطولة في المملكة. الرياضة سواء أنا وناصر أخوي نخوضها في المملكة طبعاً لابد من توجيهات ودعم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدر. يسعدنا أن نرحب بكم في ربوع عاصمة الخير والعطاء المنامة في حفل افتتاح منافسات النسخة الخامسة من بطولة العالم للهواة لفنون القتال المختلطة للكبار والشباب والنسخة 18 من بطولة القتال الشجاع بريف. نتشرف في الافتتاح وفي افتتاح هذه الأمسية بدعوة السيد كاريث براون رئيس الاتحاد الدولي لرياضة فنون القتال المختلطة لإلقاء كلمة بهذه المناسبة فليتفضل. It is our pleasure to welcome you in this blessed capital Manama in the inauguration ceremony of the 5th edition of Mixed Martial Arts World Championship and the 18th edition of Brave Championship. We are honored to begin this event by inviting Mr. Kaireth Brown, the President of the International Federation of the Mixed Martial Arts, to deliver a speech. Your Majesty, Your Highness, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome. 2018 IMAF and WAMA World Championships Amateur MMA and the Junior World Championships for the first time. We are gathered here today in the wonderful city of Manama, the capital of the Kingdom of Bahrain. For this honor and privilege, we extend our sincere thanks and appreciation to His Majesty the King. This event is brought to you under the patronage of the support of His Highness Sheikh Nasser bin Hamid Al Khalifa, who is the representative for His Majesty the King for Charity Works and Youth Affair. His Highness is also the President of the Supreme Council for Youth and Sport and the President of the Bahrain Olympic Committee. Our venue this week, the Khalif Sports City Arena, courtesy of His Highness Sheikh Khalid bin Hamid Al Khalifa, founder of KH and the driving force behind MMA within Bahrain. We thank His Highness for the dedication and the commitment which has been instrumental in the growth, development, regulation, recognition,
of MMA in the Kingdom of Bahrain. And we truly inspiration to MMA within the Middle East. Your Majesty, Your Highnesses, the IMAF and WAMA community thank you for your support. May I thank the Bahrain Mixed Martial Arts Federation, the President, Khalik Al-Kayat, for being our host federation this week with the endorsement and support of Agraman Asker for the British Olympic National Committee. May I also thank Shahid Mohammed, the President of Brave, for his support and vision of IMAF and WAMA and the Combat Sports Week. Also, I would like to thank Vadim Finkelstein, President of WAMA, the International Federation, for his vision and support, and through his leadership to join forces with IMAF to become one federation. I thank you and your team and federations. Also, our network of support, comprising of our funding partners, UFC, Endeavor, and the sponsorship from Green Hill, My Next Match, Safe MMA, also the hotels, Art Ritana, Downtown Ritana, the Wyndham Gardens Hotel. For me, also, with Collective enables us to continue with the vision of IMAF and WAMA. This year, IMAF and WAMA will be the largest event to date and promises to be the most prestigious, raising the bar once again for our forthcoming event with over 370 athletes with 53 national federations to date. We welcome new members, federations in their debutant, who will join together with long-standing participating federations, whom I thank for their loyal support over the years. Our trusted teams of officials, referees, marshals, and the wonderful volunteers, together with presidents, coaches, and athletes, and the IMAF and WAMA staff, on behalf of the board of directors of both IMAF and WAMA and the CEO, Denzine White, enabled us to deliver the opportunity for the international competition here today and for the rest of the week. Many thanks to all for their continued support. We, as a family, unite here today to celebrate the sport of MMA in the arena filled with pride, passion, hopes, and aspirations for all who will compete on this stage. We must also remember to be fair, transparent, respect, and honesty in all what we do for the sport of MMA. This is an occasion which provides the opportunity for dreams to be realized and the ambitions to be achieved, and our dreams and goals to become an Olympic sport as a demonstration sport in 2028, and the sport to be recognized as a sport. We collectively are the guardians of those who choose to follow the path of MMA. We have the responsibility to safeguard these individuals, providing structure, procedures, and procedures to facilitate the development and promote good practice throughout all that we do. Together, we will succeed. I hope your time here at the championship proves successful for your athletes and for the federations alike, and that your stay in Bahrain is enjoyable for all. I thank you all. So for me, as president of the International Federation, let the championships commence. Thank you very much. إن لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تحظى رياضة فنون القتال المختلطة بالاهتمام والرعاية الكريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبالدعم وبالمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بما ينعكس على استضافة مملكة البحرين من خلال الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة للأحداث الدولية المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها أسبوع بريف الدولي للقتال. وفي هذه المناسبة
يسعدنا أن ندعو سعادة العقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة لإلقاء كلمته. It is a source of pride for the mixed martial arts sports to receive the care and patronage of His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa and the support and follow-up of His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, which reflects positively on Kingdom's hosting of these international events led by the Brave Week. And on this occasion, we'd like to invite Colonel Khalid bin Abdul Aziz Al Khayat, the president of the Bahraini Federation for Mixed Martial Arts, to deliver his speech. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء سعادة السيد كيرث براون رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة أصحاب السعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أتوجه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة بخالص الشكر وعظيم الامتنان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على تفضل سموه برعاية منافسات أسبوع بريف الدولي للقتال 2018 والذي يشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم للهواء للكبار والشباب والنسخة الثامنة عشر من بطولة بريف إن إقامة منافسات أسبوع بريف الدولي للقتال للمرة الثانية على التوالي يأتي تأكيداً للنجاح الذي حققته مملكة البحرين في النسخة الأولى في شهر نوفمبر العام الماضي وهذا ما منحها ثقة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة في تنظيم النسخة الخامسة لبطولة العالم للهواء للكبار والشباب هذا العام والنسخة السادسة من البطولة العام المقبل إن استضافة وتنظيم مملكة البحرين لهذا الملتقى الرياضي الأكبر على مستوى قارة آسيا في رياضة فنون القتال المختلطة يؤكد على المكانة الملموقة التي وصلت إليها البحرين على صعيد الرياضة العالمية بفضل رعاية ودعم وتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتكون المملكة مقصداً رياضياً على المستوى القاري والدولي سمو راعي الحفل حضورنا الكرام إن مملكة البحرين في ظل العهد الميمون لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه قد استطاعت أن تحقق نقلة نوعية في قطاع الشباب والرياضة والذي انعكس على إحراز المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية الإنجازات تلو الإنجازات في المشاركات والبطولات وهذا بكل تأكيد أسهم في تعزيز مكانتها الدولية ونود هنا أن نعرب بكل فخر واعتزاز بالجهود المميزة والواضحة لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لتنفيذ رؤى وتوجيهات العاهل المفدى حفظه الله ورعاه لمواصلة الجهود لتحقيق مزيد من النجاحات في الرياضة البحرينية سمو راعي الحفل الحضور الكريم إن البحرين اتخذت خطوات واضحة لاحتضان ودعم رياضة فنون القتال المختلطة ممثلة بالجهود الكبيرة التي بذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال، حيث أسس سموه قاعدة صلبة لهذه الرياضة بفضل المبادرات التي أطلقها سموه بتأسيس فريق سموه لفنون القتال المختلطة وإطلاق بطولة اتحاد القتال الشجاع وتهيئة الأجواء المثالية لدعم وتشجيع الشباب البحريني على ممارسة هذا النوع من الرياضة، والذي كان له الفضل في إحراز المنتخب الوطني نتائج مشرفة على المستويين القاري والدولي، والذي كان أبرزه إحراز المنتخب المركز الثاني في بطولة العالم الرابع للهواة، وهذا ما كان دفع البحرين للتنافس بقوة على المركز الأول وتحتل مكانة متقدمة في مجال الرياضة. وها نحن اليوم نشهد حفل افتتاح منافسات وفعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال، والذي يأتي استكمالاً للرؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في جعل مملكة البحرين موطن رياضة فنون القتال المختلطة في الشرق الأوسط وعلى مستوى قارة آسيا. وقد سجلت النسخة الخامسة لبطولة العالم الهواء للكبار والشباب أرقاماً جديدة في هذه البطولة مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك بعدد المشاركات التي بلغت 55 منتخب من مختلف دول العالم يمثلها 372 رياضي ورياضية، وتعتبر أكبر مشاركة في هذه النسخة من البطولة للمنتخب الروسي بعدد 26 رياضي ورياضية، يليها المنتخب التشيك بواقع 24 رياضي ورياضية. فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أكرر شكري وعظيم امتناني لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على رعايته لإقامة هذا المنتقى الرياضي الدولي، كما توجه بالشكر والتقدير والعرفان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على جهوده الكبيرة في دعم رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية، كما تقدم بالشكر جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على الجهود التي بذلوها مع اللجنة المنظمة لإعداد للإقامة أسبوع بريف الدولي، مقدراً في الوقت ذاته جهود جميع رؤساء وأعضاء اللجان العاملة باللجنة المنظمة على جهودهم الطيبة في تنفيذ الخطة الزمنية للانطلاق لمنافسات هذا الحدث على أرض مملكة البحرين الغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ ناصر بن حمد آل خليفة، Your Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, Your Highnesses, distinguished guests, ladies and gentlemen, now the main attraction of the night, a unique moment in the history of combat sports. Today is the opening of Brave International Combat Week, with 55 countries, 24 professional fighters, and 372 amateur athletes, all competing to achieve their dreams, and that's to win the gold medal. We'd like to open this historic event with a message that we are all entitled to accomplish our dreams as long as we have the will to achievement. Right now, you will witness a young man who dreamed and fought for his dreams, achieving it tonight. This is the vision of KHK. A man's vision, determination, inspired a generation. It gave a new dream for the youth of his homeland. It created a groundbreaking revolution in the sports.
When a vision is strongest, nothing can stop its far-reaching impact. And the vision was three powerful letters, KHK. And today, his vision is far-reaching. The valor and pride of his homeland is far-reaching. Today, his vision is defining the future of a new generation, a generation of heroes and of gladiators. Today is the day of hope for the hopeless. The day KHK will inspire the souls to fight back, irrespective of what they are and who they are. Many will emerge as heroes. This will be a new era of true heroes and gladiators. When he stood in the front and led them, they called him the Prince of Gladiators and Heroes. His opponent, the beast from the Middle East, Mohammed Bahzar.
from the blue corner. This man is a mixed martial artist with a perfect amateur record of 2 wins, no losses. He is the founder of KHK MMA, KHK Sports, and KHK Heroes. Representing the Kingdom of Bahrain, His Highness Sheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa. And his opponent, fighting from the red corner, this man is a martial artist making his debut after months of preparation at KHK MMA. He inspired the whole nation to fight for his dream and make them come true. The beast from the Middle East. Give it up for Mohammed Bouazza! Your referee is Yusuf Al-Khoji. Round one. Ladies and gentlemen, referee Yusuf Al-Khoji has stopped this contest at the very first round, declaring your winner by submission by armbar, the beast from the Middle East, Mohammed Bouazza!
هكذا يكون النضال في سبيل الإنسانية مفتاح سعادة الشعوب. انتصار الإنسانية ترجمه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في إطار مبادراته الداعمة للأفراد من ذوي العزيمة. فشكراً سمو الشيخ خالد، وهذا الشيء مش غريب عليكم أنتم سمو الشيخ ناصر، لأنكم أبناء ملك القلوب وملك الإنسانية. أما الآن فنتوقف مع فيلم لاستعراض الدول المشاركة في أسبوع بريف الدولي للقتال. This humanitarian work is a key for the happiness of different nations, or as His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa calls it, humanitarian victory under his support for the disabled people. We would like to present to you now a movie showing the performance of the participating countries in the Brave Week. Welcome to the Kingdom of Bahrain. On this land, we will host 55 countries. 366 athletes will be competing for one goal only, to be crowned world champion. So, let's welcome our guests. Afghanistan. Albania, Australia, Austria, Azerbaijan, the Bahamas, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Colombia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Luxembourg, Mauritius, Mexico, Moldova,
New Zealand, Northern Ireland, Pakistan, Panama, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, the United Kingdom, the United States, Wales, Bahrain, تفتخر وتعتز دائما بأن يكون العالم كله تحت سقفها كواحة للخير والسلام. والآن ندعو سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للإعلان عن افتتاح أسبوع بريف الدولي للقتال إذاناً ببدء المنافسات. Manama is proud to provide an oasis of peace. We would like to now invite His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, the representative of His Majesty the King for Charity Work and Youth Affairs, the President of the Supreme Council for Youth and Sports, and Chairman of Bahrain Olympic Committee, to announce the inauguration of Brave Week to commence the competition. بسم الله وعلى بركة الله نفتتح أسبوع بريف الدولي وبطولة العالم لفنون القتال المختلطة، فأهلا وسهلا بالجميع والله ولي التوفيق. In the name of Allah and His blessings, we inaugurate today the International Brave Week and the World Championship. It's a pleasure to welcome you all and best of luck. Thank you. I'm
بال.